ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مصطفى محمد، عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة. أهلا بحضرتك يا دكتور، وخلينا في الأول نسأل عن أهمية إطلاق رحلة للقمر حاليا والأهداف من وراء إطلاق هذه الرحلة. صباح الخير. الخبر ده بتاع إطلاق ناسا للصاروخ هو خبر مهم جدا، وهو حديث العالم العلمي خاصة المهتمين في مجال الفضاء في الفترة الحالية، لأن زي ما احنا عارفين في مدة طويلة جدا فصلت بين آخر رحلة أطلقتها ناسا للقمر والرحلة الحالية. الرحلة الحالية هي مش مجرد رحلة أو حتى تخطيط لزيارة، هو تخطيط لاستيطان البشر بعد كده على القمر. عشان كده استمرت الفترة الطويلة، كان في تساؤلات كتيرة جدا ليه ناسا ما أطلقتش الفترة اللي فاتت دي. ناسا كانت بتخطط مش ان هي تبعت زيارة او تبعت بشر لمجرد ان هم ياخدوا عينات او ياخدوا فيديوهات، لا، هم بيخططوا ان هم يبعتوا من البشر يستوطنوا في القمر لاكبر قدر ممكن، ويدرسوا هل القمر صالح لان يكون بيئة ينتقل اليها البشر من كوكب الارض ولا لا. صحيح دكتور، يعني 50 سنة هم كانوا بيستنوا بيعملوا دراسات، صح؟ مظبوط مظبوط، لأن في فرق بين إن أنا أطلق رواد فضاء قصيرة جدا، في فرق بين إن أنا أطلق رواد فضاء يستوطن، لأن ده بيحتاج إمكانيات، بيحتاج مؤن لازم تكون معاهم، بالتالي حجم الصاروخ بيختلف، بالتالي التكلفة بتختلف، والظروف المعيشية لازم يتم دراستها وتخطيطها حفاظا على حياة رواد الفضاء وتسكينا لكل اللي هيحتاجوه في الفترة اللي هيكونوا فيها على القمر. طيب دكتور مصطفى، العالم يعني دائما وما كان وما زال يتساءل عن إمكانية وجود الحياة على القمر، في مؤشرات معينة تم رصدها لحد دلوقتي ولا لسه ما فيش؟ في مؤشرات مش بس على القمر، في بعض المؤشرات لاكتشاف كواكب جديدة جدا صالحة فيها حياة، ويعني نلاحظ خاصة في أمريكا بدأت تمهد للإعلان عن الموضوع ده، يعني من فترة طويلة البنتاغون أعلن عن فيديو وصول حزام غريب جدا زي ما بيقولوا عليه الأطباق الطائرة في السماء الولايات المتحدة الأمريكية، ودي كانت سابقة كبيرة البنتاغون أعلن رسميا عن كده، ودايما كانوا بيشككوا في المواضيع دي، فأنا أظن إن هو ده تمهيد للإعلان الفترة القادمة عن وجود حياة. هل هيبقى سهل إن احنا نكتشفها أو التواصل معاها؟ دي ترجع للتكنولوجيا المتوفرة حاليا، وأظن فترة شوية عشان نقدر نتواصل مع أنا عايز أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة الدكتور مصطفى محمد، عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة، شكرا جزيلا.